محمد الهادي مراسل شبكة شام الإخبارية، أهلا بك محمد معنا في هذه النشرة. إذا سجن حلب المركزي عاد إلى الواجهة مرة أخرى، ماذا يجري في محيطه الآن؟ نعم، يعني لا تزال الاشتباكات حتى هذه اللحظة، حتى الآن الاشتباكات تدور وبشكل عنيف في السجن المركزي في محاولة من الثوار أيضا اقتحام المبنى الرئيسي للسجن بشكل كامل. ما تم تحريره هو مبنى كان جديد الإنشاء، كانت نظام يحاول أن يزج بالمعتقلين والعديد من قواته فيه لزيادة تحصنه في السجن. الجيش الحر وجبهة النصرة قامت بعملية استشهادية مما أدى إلى تحرير هذا المبنى، والجيش الحر والفصائل المعارضة كلها اقتربت من السور الرئيسي للسجن المركزي بغية الهجوم عليه للقضاء عليه نهائيا. يعني محمد، كان هناك في السابق تحفظات من جانب الجيش الحر على الدخول داخل سجن حلب المركزي، يعني حفاظا على أرواح السجناء المعتقلين. هل تغير الوضع من ناحية ميدانية وعسكرية على الأرض؟ نعم، يعني ربما هذا الأمر أمر عسكري بامتياز وأمر يقرره الجيش الحر وكافة القوى المشاركة في العملية، سواء جبهة النصرة وحركة أحرار الشام، يعني كلها تقرر. وهو الهدف الأول من هذه العملية هو النجاة بالمدنيين والمساجين، لأن هذا السجن ليس له أي موقع استراتيجي عسكري ليكون هدف للجيش الحر أو ليكون نقطة قوية للنظام. الهدف الأول من الهجوم على السجن المركزي وتحرير السجناء وليس أي هدف آخر. طب يعني من ناحية جغرافية محمد، هل بالفعل بأن البناء الأساسي هو تحت سيطرة النظام أما الملحق الجديد تحت سيطرة الجيش الحر؟ نعم نعم، المبنى الأساسي ولا يزال حتى الآن تحت سيطرة قوات النظام، أيضا السجناء كلهم لا يزالون تحت قبضة قوات النظام. ما تم تحريره هو مبنى جديد والاشتباكات تستمر بغية تحرير كامل السجن المركزي. نعم. طب محمد، هل بالفعل هناك مفاوضات تجري منذ شهر ونصف تقريبا بين الطرفين حول سجن حلب المركزي؟ نعم، بدخول المنظمات بين الطرفين جرت هناك عدة مفاوضات أدت إلى خروج عدد من المساجين. كانت مفاوضات بين أحرار الشام، حركة أحرار الشام الإسلامية، وبين النظام عبر منظمات محايدة، كانت يعني مضمونها أن يدخل الطعام لقوات النظام والمساجين مقابل إخلاء المساجين، ولكن عدد من المساجين معين قدره الجيش الحر. طب محمد، ماذا عن الوضع الإنساني لهؤلاء المساجين؟ يعني يقال بأن هناك انتشار لأمراض السلفي من بين المساجين، الحديث أيضا عن مقبرة جماعية، لو تحدثنا بشكل تفصيلي أكثر. نعم، وضع سيء للغاية، سيء جدا في سجن حلب المركزي. تفشي الأمراض بشكل كبير جدا، مرض السل، أمراض مميتة حقيقة بين المساجين، قلة غذاء للمساجين، لم يقدم النظام الغذاء للمساجين في سجن حلب المركزي ولا حتى الدواء. المقابر، يعني قلنا أن هذا العدد من المساجين 1300 معتقل انتهت العقوبة التعسفية لديهم، ولكن النظام احتفظ بهم لكي يقوم بجرائم الكاملة ولكي يجعلهم دروعا بشرية ليعيق تقدم الجيش الحر إلى هذا السجن. لا أؤكد مجزرة وإعدامات ميدانية في الباحة الخلفية للسجن. يعني تجري حملة إعدامات أيضا يعني لهؤلاء المساجين؟ نعم، هناك تصفيات للمساجين في سجن حلب المركزي. نعم، حصل هذا الشيء في الفترات الأخيرة. طيب محمد، يعني قلت خلال حديثك بأن لهذا السجن لا يوجد أي أهمية ربما استراتيجية له، لماذا التركيز عليه الآن؟ نعم، التركيز عليه لأنه يحوي على ما يقارب 4600 معتقل، من بينهم 150 امرأة و250 ناشط إعلامي وحقوق. يعني هناك كم هائل من طبقات المجتمع باختلافهم، يعني النساء والأطفال وحتى الإعلاميين والحقوقيين، يعني كم هائل من الأهالي موجودين داخل السجن مما جعله عرضة لهجوم الجيش الحر عليه. من حلب محمد الهادي مراسل شبكة شام، شكرا جزيلا لك.